شركه بي واي دي وسيارات بي واي دي رح يكونوا طوال الاسبوع معنا باوتو فوكس، واليوم مره جديده مع وسام عبد النور يلي هو سيلز كونسلتنت بشركه ايجن موتورز اللي رح يخبرنا عن نيو كار اليوم موجوده معنا على بلاتو اوتو فوكس يلي هي اف زيرو. بس قبل اكيد خلينا نتعرف مره جديده على ايجن موتورز يلي هي شركه صار لها فتره بلبنان واكيد عندها لاين يلي هي البي واي دي از وكلاء لها. مزبوط. اول شيء كبي واي دي بلبنان الوكلاء تبعهم هن داغر حي جروب اللي بيمتلك تقريبا 35% من السوق اللبنانيه بالسيارات الجديده. عندنا كيا، بيجو، سيتروان، ميتسوبيشي، سيات، سانجيونغ. عندكم خبره بالنهايه بعالم هيستوري طويله. هذا الشيء وقت بيطمن الزبون انه مش وكيل اجى فتح جديد وثاني نهار سكرت الشركه ما بقى في حدا وراه، لا في حدا وراه. بي واي دي كبراند هي وورلد وايد معروفه، عندها سيارات الكتريك كارز وعندها سيارات عادية وعندها اي تي براند كمان تعمل بطاريات الكترونكس للسيارات. هذا الشيء اللي خلاها تفوت بين دومين، تخلط بين دومين السيارات والكهرباء، تعمل سيارات بيور الكتريك كار لانه اوريدي عندها ريسورس تشتغل مع زيرو اميشن. هذا الشيء اللي خلاها تفوت على يوروب بال99 وعلى امريكا بال2000. فستاندرز عاليين اكيد لسياره بي واي دي. اما نحكي عن الاف زيرو، اذا فينا نقول شو السترونج سيل بوينت لشركه بي واي دي يعني بلبنان، يعني عم نحكي افوردبل برايس، سيفتي، شو افوردبل برايس، سيفتي، في عندها كمان يعني الافتر سيل تبعها، يعني اللي خلينا ننجح بغير شركات هن الافتر سيل تبع تهتموا بزبونكم بعد ما يفل وياخذ سيارة. هذا الشيء اللي خلى زبونات تكون عندنا واثقه فينا. مزبوط. 100% هون كاف زيرو هيدي السياره اذا بدك هي اتس ا سيتي كار، سياره موتور هو بالاصل تبع تويوتا ايجو، مستعملينه كمان البيجو 107 والسيتروان سي ان. موتور 3 سلندر 1000 سي سي مانوال الموجودين هلا. ترانزميشن بيوجد منها اوتوماتيك او لا؟ في منها، رح نجيبها بعد شيء من يمكن شيء 3 مانس. اوكي. سيارة هيدا معمولة كرمال الواحد إذا بدك يوفر بنزين يتنقل بالسيتي، يتنقل بقلب السيتي بشكل مادي لأنه حجمه صغير. أوكي. كسيفتي هيدي السيارة عم نشوفها قدامنا فيها سيفتي من يلي هني منهم 2 إيرباكس ببوابة، في عندك رول بار على طول بالعكس حتى إذا أكل لا سمح الله حادث عن جنب بقلبها الشوفير بضل محمي. فيها أربع جنوطة مثل ما شايفين هون. سسبنشن تبعها بتجي من قدام ماكفيرسون ورا تورسون. هذا الشيء كمان بخلي الزبون يتحمس عليها، سسبنشن مهمة مريحة يعني على السواقة وعلى الطرقات. مظبوط. ثابتة يعني إذا فايت كوع مسرع شوي صغيرة ما بتحسها عم بتموج. هذه السيارة المواصفات تبعها فيها 2 باور ويندوز، فيها هيدروليك باور ستيرينج، اكيد اي سي، راديو اوريجينال مع اوكزيلري، بتجي ستارت ستوب بوتن بتدور بتطفي سمارت كي، واكيد سنترال لوك مع الارم ريموت كنترول. يعني على كل هال فوج لايتس واربع جنوطه كمان، يعني عم نزيد بعد اوبشنز نحن عم نحكي كمان. هيدي كلها السياره بباكج صغير مثل ما عم نشوف هون، حتى بسعر كمان مغري كثير وصغير. ستارتنج سعر تبعها هو ستارتنج 6900 دولار قبل التسجيل تبعها. اوكي. وعندنا كمان خمس سنين وارنتي، او 100,000 ريتش كم فيرست، وكل شيء قطع لها موجود كمان. هذا الشيء بخلي الزبون يرتاح. والسيرفيس تبعنا من جراج لكل شيء سبير بارتس موجودين. يعني عم نسمع دائما عن سيارات جديده واوفرز كثير من مين. اليوم بي واي دي تعرفنا عليهم، كمان رح نتعرف على غير الاف زيرو، اوريدي تعرفنا على الاف 3، غير سيارات كمان من شركه بي واي دي الصينيه يلي بلبنان صار لها عمرها صغير شوي صغيره، ولكن مزبوط. شكلها اكيد رح تكون عم تقلع كثير. عمرها صغير حتى والستارتنج تبعنا كانت ستارتنج كثير قويه. يعني نحن تفاجئنا. جريت نيوز وسام، ثانك يو لانك موجود معنا كمان تخبرنا اكثر عن السيارات. نحن اكيد بكره بنلتقينا بسياره جديده، فاكيد دائما تابعوا اوتو فوكس.